بين عبق التاريخ وسحر المكان. تجلى على أرضها الرحمن، سار الأنبياء في دروبها، نقش التاريخ قصص الخلود. في زمن السيد المسيح اعتبرت سيناء هي الممر القوي الذي جاءت من خلاله العائلة المقدسة إلى أرض مصر، باعتبارها بلد الأمان وأرض الكنانة وأيضا الملجأ الآمن الذي تستطيع أن تعيش فيه العائلة المقدسة. هذه الرحلات النبوية المباركة على أرضها جعلت لسيناء عظمة وجعلت لها قدسية خاصة في قلب كل مسلم وكل مسيحي، فقد ورد ذكرها صريحا مرتين في القرآن الكريم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. سيناء رمز العزة والكبرياء، capitulate here in this country. I'm not ready to capitulate or to surrender one inch or a bit of sand from our land. حد فاصل بين الحرب والسلام، بين الممكن والمستحيل. وتأبى أرض سيناء إلا أن تعيد كتابة تاريخ جديد من سجلها الحافل بالبطولات، عبر مواجهة التحديات الأمنية للبؤر الإرهابية، تلك التي أوهمت نفسها بإمكانية إقامة إمارة لها على هذه البقعة المقدسة من أرض مصر. سيناء أرضنا، إحنا نموت ولأن حد يقرب من أرضنا. الحرب على الإرهاب اللي إحنا فيه النهاردة، نرجع لقول سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ذكر عنا أننا نحن خير أجناد الأرض، واللي بيقاتل في سيناء النهاردة هم من خير أجناد الأرض. الحديث بتاع سيدنا الرسول في نبؤة، الجزء الأول وصفنا، والجزء الثاني بيقول وهم في رباط إلى يوم القيامة. اللي احنا فيه ده رباط. عقيدة راسخة في قلب شعب وجيش لا يقبل بالتنازل ولا يرضى بالمساومة. إن شاء الله حنيجي نحتفل بفضل الله سبحانه وتعالى بالنصر الكامل على خوارج العصر. وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها سيناء، وسعيا للاستفادة من ثرواتها وأماكنها المقدسة وموقعها الفريد، عزمت القيادة السياسية أن تعيد بناء مجد هذه الرقعة الغالية من أرض مصر الطيبة من خلال مشروعات عملاقة في كافة المجالات. لنحفر سطوراً مضيئة وواعدة لمستقبل سيناء، ليعم الخير على كل ربوع البلاد. سيناء حلم وطن يتحقق بسواعد أبنائها. قطعنا الكثير، لكننا نتعهد أن القادم أفضل. سيناء أسطورة مكان وملحمة شعب. سيناء، سيناء أرض الله اللي كرمها يوم ما كلمها.
شبر واحد فينا مذكورة في القرآن. طريق سلام وأمان إبراهيم والعذراء وعيسى ويوسف خطوا عليها. سينا ابن راح ومجاش ما ضاعش حقه بلاش لما كان في حرب ما استناش. سينا جت بتضحيات حب انكر زاد سينا جت بسلام ما سلمناش.